البابا احنا اولادك، واحنا النهارده يوم عظيم، وما ننساش ان هو كمان كان يوم ظهور القرعه الهيكليه باختيار قداستك بطريرك للكرازه المرقسيه وبابا للاسكندريه في من 8 سنين، وكانت يعني بشير خير انه يبقى يوم عيد ميلاد قداستك هو يوم اهداء السماء لقداستك او اهداء قداستك من السماء لكل شعبك في العالم. نشوف فيديو كده حصري لقناة ميسات ونرجع مع حضراتكم. من سن صغير، لان الحقيقة انا متأثر بالمكتبة البلدية عندنا في مدينة دمنهور. عندنا مكتبة اكثر من رائعة، لدرجة انا واختي المكتبة بتفتح الساعة 5 كل يوم. كنا نخرج من البيت الساعة 4، بيننا وبين المكتبة حوالي 12-13 دقيقة. نخرج ونروح ونقعد على السلالم، سلالم المكتبة، عشان نبقى أول الداخلين، لأن كانوا بيدخلوا عدد معين من الأطفال. ده وأنا في 6 ابتدائي وأختي كانت في 3 أو 4. وكان اللي ماسك المكتبة يعني إنسان فاضل، ربنا يديله الصحة لو كان موجود، اسمه الأستاذ عبد الملك. وكان عامل لنا ترابيزه مخصوصه للاطفال، فقعدنا بقى يرينا كميات من الكتب. كان في مجموعه كتب مشهوره اسمها كل شيء، كل شيء عنه. دي كانت احد الحاجات اللي عملتها المعونه الامريكيه من الناحيه الثقافيه لمصر، فخدوا 70 كتاب وترجموها للعربي بالالوان، وبقت كحاجه يعني مثيره. الكلام ده في سنه 64 و65 و66. كمان البيت كان فيه مكتبه. كان يسرنا عشان كتاب تخين. كان يسر ايه الكتاب التخين ده؟ وبابا وماما كانوا يقعدوا يقروا فيه، واحنا امتى هنقرا؟ احنا برضه ما كناش صغيرين، لكن شويه بشويه ابتدينا نقرا وابتدينا نعرف، وما زال الكتاب المقدس ده موجود. الكتاب المقدس ده يعني في البيت من ايام ما والدي خطب والدتي سنه 49. فعشان كده القراية كانت مكان في البيت، بجوار الجريدة اليومية، بجوار مجلة حواء كل أسبوع. إحنا بنقرأ الجريدة، بابا بيقرأ الجورنال وأنا بقرأ الجورنال وبس. فماما تقرأ إيه بقى؟ حواء.